لكن حيلين هول جلكا سفينة شباب حسن شغلكم عليه نو استيت كان مايا حسن محود دونيا وحود دونيا إلا إكسمايو مقعان سفينة شباب إن لبادان قبل معنيه يعني كسمايو يبايدبو إنو أقوصو قنبضو إذا ما بدن أهويو ديار صدي ديار ديه مصر هبك إي كينينا لو قيبيي إن توتقرن لوسو قليو ماركي سمعني أي صوت دبكعان مرايكنكا كدبنا ماركي سماشي لغبتو ماركي سمساريدا يدنا وترتيب ترتيب وكانو سداسي معنيه لغو دباتيو ضد كالليح لقبل دقن إتو بينا وحاسي أورينيسا هدبا هول قلكا حسن يو دونيا إنو مسؤول أغردقو وحو دونيا إنو مسؤول أغردقو معني وحمدي لها حسن شيخ محمود وحو دونيا هول قلكا إن أي كحيان أي وضان وسيرك قاشان ديقة ينين اللي يرادو أي دروس أو قد شي ساعد تلياها الدنب أه أو ماركي سيمعني ضرات ديقلي أو مريف لها إيربور دب كمدو فايان دهايي أو ساعد لغي يرأة أو إسباردان واللوين يخبر وين عاونا يي ينم أي دهان هلع إن أي هجاميان ماركي سيمعني هول قلكان إلا إيه كسمايو هلع نوانين هبر قدر أه أما الددبلي أه dad ka reer dafeed aad bay u yaqaanaan waa ninkii isbaarada wasmuxun ay u oolaan jirtay urur kontoni afraad ee guutada toddobaad waay marka halac koode jaamac laba dhe oo wasiir gaashaan dhiga ah oo xasan sheekh maxamuud ugu dambeyn uu doonayo inuu bay dhaba geysto hawiyana ay ku dhahayn war ninkan tuur ma salaad buu tuurtay xasan uu yiri anuu ninkan ma tuuri karo waxaanan u tuuri karin ماركي سمعني إمارات إيو تركي أيو كسعود أبو يري وحين كو هشيين إن لفتا قرين وكو بدلو عبد القادر محمد نور شامع كوانا هول قلك هو قامينا أي شباب كلادا قال لما أي إلا إي كسمايو إلا إي بايدبا إي حضر حسن سيدا سولي يهي إتو بيانا وحي لادا هاي حسن إي أفاريسي ماشان ما إيمان كران شباب هدي لقاسي فينا أيو annaga bil doglo ku soo daadanayna waxa Ethiopia leedahay Somaliland iyo Mainland waa lama taabtan iyo Hiiraan mana laga taaban karo waa ku naf baxayna this is the reality going on xaqiiqada socda waa taas allora marka mareykanka muxuu doonayaa مرايكن كوحو دونيا إساقونا سند كان دبايا قديسي بلي دوغلي إنو قعانتا أقليو هرميلاند لفتا قرين إنو قعانتا أقليو ربا إذا ماذا لفتا قرين أما ديقل أو مريفلاه ديقانك أولا شي إن قعانتا أقليو قعانتا أقسمو قفك لأن لغو أرق أن ديقانك أولا من هرطن ما يو عشر كسيداس أيو أوريكسن يهي تحدر أباهن يهي بهاش آد بيو أدكتاهي هذا سوق ولا سيء مرك حسن شيخ محمود يساحي بدي سهوية أو دجال كل جر الدجل أو مرفلة أو دنيا إن هول جل كان سو جدين ت مريكان ك أوبريشن كان مريكان ك إساجنا دنتي سو أيتها وضدان أو جم هيمسن إسقاط قبسي الصومالي ده سيف إن أهاته بل الدوغلة لقب باللابو إلا إيو ماركيس الصومالي قلبت وضع إنو كرد سور ربا هوية نو حدونا يا حسن شيخ محمود وضع داسي لسمه هيدا أمنيغا سفينتا إن أي إيوغو كغفا إذا يستان قبصشاد ديغل إمري فلي إلا إيه كسما يو براونا مهيمد دا أي أولا دا هيا هوية وحاوية كسما يجد كي لامر لها براوا إلي warka ma ku dhacay mise kuma dhicin this is what's going on this is the reality going on haqiiqada jirta xamse abdi barcaaw bay dhaba u joogo odayaasha wiye oo shalay xasan caaye u yiri digil aw mariflay lafta gareen raali gariinta idibe wata marka dagaalka
waxaan ku tusay hawiye iyo digil aw mirifle militaryga goormo soo bilowday meel dadka aan arkin aan ka tusaa bi hoostooda la iska soo arkay hadda waxa la isku hayo siyaasad kaliya ma ahan ee quwad military way aan ka kormaro aan ku qabsado iyo igama kormareysid ima qabsan kartid dagaalku waa sidaasi hawiye iyo digil aw mirifle حسن شيخ محمود يدقل أو مرفله وحي إس أركين تيرم كي هوري أي إس سو أركين مركي جيت كان حسن وصو صحيحي إتوبيا بلي دوغل لغا بلابو إلا إيو إيه سومالي قلبيت جيت كان قرشاها مركي أصوب أها مرايكنك حيلي غاسي إس سو معني دقال كود نبتاو بلودي أو يعني دنك من اللي ترغي إس كود دقالين محي إس كود دقالين وحي إس كود دقالين حسن شيخ محمود قريب تلبية طبعا كأبريل أيو ديسي قريب تلبية طبعا كأبريل وحي فرد ذا مقالة ذا مقدشو هل كلو يقانو دمايو صلق ذو وماشاس شبه اللذا دحق شبه اللذا هوسي يبنادر وحو كدقى سكشن وان وحلي رادو أمني قودة وحي هوس إمانا ينسدح ذا قبل بنادرو كدغه امنيغا هداي بوليس تاي هداي ميليتري تاي امنيغودا حمر غوت قيبت غوتما قيبت 12 ابريل ايي هوس ايماناي سابو يري وحا ديب لو اساساي مارك قيبت 6 ماد او نينكي ورسنغلي بايت لدي جيري عبد الله يوسف احمد وسيرك قاشان ديقا اوها ادوو دينتا الاو نحريستي يعني مو صبيحي مركا معنيه ديبقا وقالاناي نك حراي معنيه نك اساسي وكاس لكن بربر كان هذا ديبا الله اساسي سوما قيبت الحدمات قيبت الحدمات ايو دقال كسوب اللو دي دقال كان ملتريقا هوية يدقل او مرفلي if you believe or not مركي حسن قيبت اللي بيه طبانك أبريل وسميهي شبه لذا دحق إيه شبه لذا هوسي إيه بنادر معنيه قيبت اللي بيه طبانك أبريل وفردقيدو يهي مقدشة وطلين يسا ودهاي إسلا مركي أنا ويري قيبت اللي حدمات باي بكول إيه قدو أيهي وطلين يسا ويري جنرالنا وكاها جنرال إبراهيم يرو تيما عبدانا مركاسي taliyaha guutada sideedad bakool aha marna warsamo loo dhiibay waxaanu ognahay farmaajo markuu yimaaday baashii uu bedelay tiriya xasan lix gobol bay ahayd lixdi gobol intuu kala gooyay midi u qaatay sharif xasan uu geeyay ayaa shabeelada hoose bay iyo bakool iyadoo markaysay kgs uu ka dhigay كونا دوضي إن لحنا حدك سدح لقويو ولبع أياها دانا عيدان كي قيبت اللي حدمات وحو يري قدو يباي بكول قدنا وحو كدر جبوينك حسن شبه الله هوسي أو انت الرحسن سدح دان قبل أو شريف حسن ودي بي الرحسن يا تلس كعيدا مدي سوحو كدقي مقدشو farmaajo yimaad markii si lama filaan ah xasan wuxuu islaadaha soo noqonay dhameystiru islaad qabyanikeeda dhameystira farmaajo markuu yimaaday wuxuu yiri federaal ma la idibey ha kgs hadda waa imisa saddex maxay kaliyeen bakool bay iyo shabeelada hoose bay iyo shabeelada hoose ma ahan oo ha qaybta lixda maad baan hoos geeyay uu yiri sabab gedo hadday macnihii jubooyinka ay raacday maamul ahaan sababta macnihii shabeelada hoose ay xamar u raaci kartaa waa maxay buu yiri ciidan ahaan maxamed cabdillaahi farmaajo marka shabeeladii hoose ee qaybta 12 abriil xasan uu hoos geeyay waa uu soo jaray wuxuu hoos geeyay qaybta lixdamaad gedadii uu ku soo daray bay ciidamada qaybta lixdamaad wuxuu hoos geeyay qaybta 43aad ayuu geeyay markaas kadibna wuxuu bilaabay inuu booliis u sameeyo shabeelada hoose booliiskii ugu horeeyay 400 ayaa lagu xareeyay xamar
حسن علي قيره او لدغاشنا ماركيس ان ستيت كان اسقو معني هوينما اي كو جيرتي اسقيا لا دغالمي حتى تلي قيبت لخدمات جنرال تيم عبده و تيم ماركيس جغده او كقاداي سي ان شرف لهين ورقديس او توري او تيم عبده اذا عدو ايماناي ماركو اسو دياريي ليغو بلي دوغلي يقبري وينه افغوي الى سين كدير ان اسباروينك يالا او سيفيو تيم عبده مركو أجاذي ورقدو أطوري عزلا تايوير كبيشي يوتيوب كده قشت واتهلي ساعة وطن أولي يعني ديجان كان أول شيء استيت كان أول شيء أنا كي جي إس كسو جدا ميلان رئيس الوزراء هنين جنرال بناهي إنه سيدان إلى نقمو شرف ما أهين حتى إنه ييرو ولكن يعني سقى صعد كجرة ترنس إذا إنه ورقدو يدو صوتوره that's not right مرك حسن علي غير أي عريامين أي عريامين تاسو مرك الدمبه doorashadii Soomaaliya oo dhan xataa u damcay inuu farmaajo nafsadiisu afganbiyo taasoo hadda Faad Yasiin ay ku kala tageen xataa daraadi farmaajo marka masaladu ma dhawaa waaye markii Hassan Sheikh Mahmud iyadoo lixda gobol uu kala gooyay haddana shabeelada hoose xamar uu hoos keenay ciidan ahaan amaankeeda وقيبت اللي احنا مالنا باي بكول يجدل لك دقي وطن جواري دقالك وسوق لايو حسن مركو اسكو داي انو شبيلوين وحلي رادا او ديسو او شرر او قبت عمر او اف قوي مرداد يكواسي او صورر او جواري اولي هاي لحدي هداك لقوي سي سدح دان واسكو سوحينا مركا بروفيسر جواري ما هديه كقادي نينك دي دي بو اها بايش عالم كان كقادي او يري استيد والبو انو بدي يشا هدي اللي احنا نقبل لك لقويي او قده اي باي اي بكول هدي لا اسراعيو حقيا بده اطالة سومالي لان بد بايلا ده هاي بنت لان بد بايلا ده هاي قلمودك هو بد بايلا ده هو بيووي هرشابه اللي معنية بد بايلا ده هاي لكن استيد كان بدل الان سيدي الله ديقا ايك اسماعينا بد بايلا ده هاي رير قلبات كي مركاسي اي اي دهين that is justo صحوة جواريو سيدي با مركا معنية لوغو عنانتي reer galbeedkana macnay waxay soo canaanteen gabre oo Itoobiya markaas reer galbeedka fangareynayay baskoolad buu dhakada ka saaray waa kan odayaasha hawiye idaacada ay kala hayeen xasan aan qalad sameeyay laakiin tookadan haduu soo noqday isaga noo soo xilin doona shabeelada hoose maba qarsanba nimayow marka mas'alada la isku haayo waa midaasi okay waxaan rabaa inaan kuu sheego marka asalka qaybta 12ka abril انتهي كتما دي نفس الديدة واكو شاك الشابي اللذة هوسي شابي اللذة بحقية بنادر ايه معنى ايه كتما دي قيبت اللي حدامات بالاقود ارباحي ديقل ايه مرفلق ايهونا فرماجة مركو يماد دي فرماجة ايه كتنا دعسيين فرماجة قيبت اللبية طبانك ابريل واقو بربوريي هوسو قدي شابي اللذة هوسا دو كتقويي او قيبت اللي حدامات او هوس قيي هل قوتا كسو حدي قيبت اللبية طبانك ابريل way samri waayeen wali iyagoo damaanay jooga shabeelada dhex kama hawlgali jirin guutadaasi ee qaybtaasi xamar kama hawlgali jirin eelsiliin iyo eelwareegow iyo lambar konton iyo meelahaasay dadka ku dhici jireen qataato nimay dhahan oo murusada ah xasan jaamici ba markii dambe guutada toddobaad markuu farmaajo ka qaadayna haddana guutadii koobaad ee qaybta 12ka abril ninkaas saleeban baa loo dhiibay marka isee macnay isaga dadka ku dhibaateynaa meesha okay qodobkaasi waxaan u maleynayaa waa fahamteen intaas hadaa fahamtay waxaan rabaa inaan ku sheego marka labada 2013kii waxa jiray ciidamo bay dhaba laga soo qaaday oo marka isee macnay Cali Salaam ay xirada takoor lagu sameeyay qarankaad u shaqeynaysa inta la dhahay markaas ka dibna walla weyn saldhiga hortiisi shabaab baa tiin la yiri af maay haddaad ku hadashaan markaas ka dib xasan sheekha ka dambeeyay xukunkan isaga joogay meesha lagu laayay baa jiray waa markii lixda gobol hawleedu ay socotay bay ahayd xasan uu doonayay lixdaas inuu burburiyo ciidan bay dhaba ka yimaaday shabeeladoos inuu yimaadana waa u diidanaa way diideen hubka suugad iyo dhishikayaal ayaa lagu laayay xabadaasi ilaa hadda saldhiga ee degmada walla weyn aareheeda waa laga heli karaa 7 wiil oo digil aw mirifla ah
ayay ku dileen hawiye meeshaasi oo qaranka Soomaaliyeed ah waxaana amarka markaasi macnaheedu Xasan baa soo dhiibay amarka fulintana waxa iska lahaa general nin la yiraado maya nin la yiraado markayse Xasan Cali Qaylow nimay dhahan ayaa fulinta iska lahaa markayse macnahi guuto u taliye ka yahay u joogay waraabale meel la yiraado ilaa ee leego guuto joogtay oo markaas qaybta 12 ka abril markayse kamid ka ahayd guutadana waxa la jiray guutada lixaad waxana asalkeeda macnahi taliye ka aha general Ibrahim Yerow oo markii dambe qaybta lixdanaad loo dhiibi doono oo markii dambana bay dhaba ku duul lafta gareen macnahi la dagaalan qaybta lixdanaad baan ku dhiibayna marka ay yiraadeen Xasan iyo damul jadiid qoliyaha hawiye macnahi uu ka diiday ay sumeeyeen aakhira kuma qad inaha si waa fahamtay baan umalayna marka dagaalkaasi ayaa soo laba noqday hadda Xasan ma soo noqonino dagaalkii militariga ee ciidameed 2014 ciidamada ay ku dagaalameen hawiye iyo digil aw mirifle si la isu qabsado ayuunbaa hadda soo laba kacleeyey oo Xasan wuxuu leeyahay howlgalka wixii hawiyaha hogaaminaya annagaa hogaaminayna halac iyo caydaruus iyo raggaana hogaaminaya ilaa iyo Kismaayo ilaa iyo markayse macnahe Gedo ilaa iyo Baay Xudur Bakool shabaab xoreyntiisa annagaa hogaaminayna macnaheedu aan ku qabsado waay in the other way digil iyo mirifle iyo lafta gareen xisaabtii hore oo kale iyaguna qaybta lixdamaad ka soo qaado ee macnahe teeramkeeda Xasan iyagana waxay leeyihiin annagaa dhulkeena u joogna isdastuurka federaalku wuxuu qorayaa howlgal hadduu jiro inaan annaga maamulno dee maxay idinka noo maamulaysaan dalku waa federaal waa kan lafta gareen uu ka dhawaajiyey markuu ka soo degay bashaati guduud international airport war dalku waa federaal federaalkan daadajinayna waana tan Puntland maalintii xigay ay ku taageertay waayo haddii federaalka aan la wada difaacin lafta gareen iyo Mailand haddii la dardaro digil aw mirifle daaroodna waa lagu socdaa marka federaalka macnaheedu difaacu nafsi waay daaroodka nafsadiisa isagoo federaal aan rabin 98-dii uu arkay Masar iyo Hawiye markay heshiiyeen oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenba ra'iisul wasaaraha Hawiye laga dhigaa marka la yiri Hawiye bamka uu ku socdo la saaran yahay iyagana maamul aan u dhisnayn 98-dii waa kii Qaahira lagu soo kala tagay Aadan Gabyow iyo markaysi Cabdullaahi Yuusuf ay dhaheen iyagoo xarooday cara lagu dhisay Puntland marka federaalka iyagoon xataa daaroodka ogoleyn dhufays bay ka dhigteen allaare marka hadii federaalka xayndaabkan la soo dardaro oo lafta gareen la soo dardaro waa digil aw mirifle daarood isagana waa lagu durdurinayaa dalkana waxaa gacanta ku dhigaaya damaarkaysa masaarida iyo raggii la socday xisaabta sidaasay u socotaa marka dagaalka marka lafta gareen markuu leeyahay federaalka oo Puntland ay taageerayso lafta gareen wuxuu og yahay hawsha soo socota because Mareykanka daraad ay wada hadleen taleefanka waad aragteen isagoo Kenya jooga hadda ma fahmaysa yani ciidankan hadii uu howlgalayo SNA soo anigu qayb kama ahi dowladda Soomaaliya soo anigu wax kuma lihi ha okay ciidan ayaa xukuma saraakiil state-kaygu wixii soo gala digil aw mirifla xukumaayee askarta oo dhan anaa askar haysta wixii aan u baahdo Mareykanku waa meel noo dhexe Soomaan wixii xoreyn asifayn ah ana allah that's why ahmed madobe nafsadiisi wasiirka arimaha gudaha inta loo diray markay ciidamo meesha uu ka dajiyay howlgal ayaa la qabanaya inta la yiri ciidankii loo geeyay hubka uu ka dhigay muxuu hubka uga dhigay in lagu qabsado alrab marka nimankan iyagu waxay doonayaan howlgalkan iyo hawshan mareykanka uu wato in ay ku soo gambadaan sifeynta shabaab sidaas digil aw mirifla ay ku qabsadaan lafta gareenna lagu toogto ama lagu xiro oo qorshahoodu macnahe ay fushadaan sidaa digil iyo mirifle ay ku qabsadaan qaran haddii macnahe lagu qabsadana ma qaranka ka hor imaanaysa uu ku dhamaatay iyo warheedhe anigu ciidan baan leeyahay state baan ahay dowladda had adigu aa hogaaminaysidna qayb baan ka ahay dastuurka sidaanu noo qoraya annaga askarigii meesha yimaada annaga ayaa amarka siinayna dhaqaaq iyo joogis
سراكيشنا وإن أن نجو أهانا ما دام إذا ما درنا أن أبدنا هاي ديان كنا نلقاه الجلاي برتاسة تاعنتا محو كوتش وابي دونا لفت جرن وسوينا أنا هذا موج ما صار راعي دونا لفت جرن حمر ما أصار راعي دونا حمسة عبد بري أنا موج لفت جرن جواب مدي به هذا مايا جوابك مقيم ولا ولسك مقيم لكن هذا الكوفر حمسة وكاس دقائق حمسة يسنبل السنة رئيس كجي ما دم رايكن كواي مرايكن كان الدنيا يسوي كبحسيين صومالي ذا إسحيسا أما إثيوبيا لم حي تاجنتها إثيوبيا وحي تاجنتها صومالي لان يمايلان يحواد لان ما لا يقطع بنكره وحي وأركتا سيدا أوشيغا أقويان محسن حبيب ديارة دمرك الراع عايو سونك أمانك يو أركتا إثيوبيا وكوشيغا إثيوبيا هذا الجوكتا يمرايكن كور اسكو سياسة ماهن لكن مدى أي كم يديسين وحواية فيري إثيوبيا يا حسن شيخ محمود إيو ماركي سمعنيه نيكالا يرادو إثيوبيا حسن شيخ محمود يا مرايكن كور وحي كم يديسين مرايكن إنجريس وسلتران وضداس إن لديسو لغب بلابو ماركي سي بلدوغلي إلاي صومالي قلبين وضداسنا وحاسوس حسن شيخ حسن كالشيخ محمود كإيو هوياها إذن لها رحوين إثيوبيان بي راعين وعدو دو لابد كون يأفري طبانكي وضادان إساقع صوصي حي صفر كحمسة عدو قطما لكن محال إسكو دي دي يهي لفتا قرين وضادان إلا ديسا مدي دينا ديقل إميري فلوة وضادان مدي دينا وضادان إلا ديسو مرايكان كي وضادان إلا ديسا إساقع مال قلينا هي إثيوبيا وضادان إلا ديسا وي أقليين ولي بحوق بيكو هليان قوات ومالين تي أبادان صومالي أوري أوري كسو قلي كران to be honest ومركان وضانياد أحد الله لكن ما شاء الله يسكوها يوام حي مركا إثيوبيا وحي ديدان تهي وضادا لسميه دي انتان باللابنين خورتا إن لفرما أهانو ها لسفايا ما سفاين تاسي حسن شيخ محمود يجامع يهوية أيا هقامين أيا ما أقولين ساسي لين إثيوبيا هويين وحي دانيان سفاين تا وضادا annagoo magaca dawladda Soomaaliya wadana ayaan rana lafta gareen inaan ku soo xirno ama aan ku dilno aan kaga faa'iideysano ariga sabuuradu way iga taagantahay fayrisa la igu soo furay niyow qabka la isku haya waa kaas ciyaartu way adag tahay yaa la loodin doonaa marka waa halis haday ogow digil emir flow waa ku halis hadii geerkan uu galo waay waa geerkii ugu dambeeyay hadii hawiye geerkan uu galana isagana way u dhamaatay that's why ay la seexan waayeen that's why ay u shireen that's why hasan ay ugu yiraadeen habeen hore warniyo ninkii uu soo dagay maxaa xala isagana uu yiri warniyo meeshaas jaamacan geeyayna lafta gareena ma arkayse macnii waa soo xireyna ama waa dilayna horta waa soo xireyna ama waa dilayna aw ku gumoor reeso habeen hor inaan ku sheegan u maleeynaaya waana tan hadda xamse loo dhiibay wixii hawiye ay ku soo tashadeen ee xasan sheekh maxmuud uu u sheegay macnihi wixii ayaa loo dhiibay wax kamida this is the reality marka qosolka iyo ismarxabaynta iyo xabad isaarida kaftana u maleeynin mareykanku in la sifeeyo way ka go'antahay dhulkan wadada in la furo way ka go'antahay Soomaali bay wadadan u xidhnay inuu dhiso raba wadada Soomaan ko state kana bali dowladda hadda Mareykanka uu degan yahay wuxuu rabaa digil iyo mirifle inuu gacanta ka galiyo ana waxba ku qarin maayo laakiin intaan gacanta laga gelin sanad kan dabayaqadiisa bali dowladda nin hawiye ma raba in lagu arko Mareykanka intaan gacanta laga gelin ayuu xasan rabaa iyo hawiis inuu ka uga faa'ideeyo oo state koodan ninka maya maya dhahay in laga qabto nin haye haye dhahay haye u shaqeynay in la saaro halka waa maxay marka maxay ku gorgortamayaan hada waxay ku gorgortamayaan lafta gareen oo ogolow ciidamada markayse macnihii hawlgalka sameynaya SNA inay hawiye hoggaamiyaan saldhigyada xudur baraawe markayse macnihii kulli in hawiye ay hoggaanka u qabtaan markayse macnihii adigana waxaan ku fasaxayna doorashada inay qabsatid hadda maxay ogoliyeen marka xasan iyo doorasho qofii cuda ma ku sheekeynayeen xamse ma yiri doorasho dadban oo dambaha u fadhinin
teendhadu waa in la burburiya xoosh ma laha dabaq waa in laga dhisa hadda waxay leeyeen lafta gareen oo doorasho dad baan qabso laakiin gorgortanka nala qaado macnihi qalinka noogu duug inaan ma arkaysay baraawe ciidamada hawiya ay yimaadaan oo ma arkaysay saraakiisha hawiya oo hoggaaminayaan mareykanka saaciidaayo mareykanka wuxuu leeyahay idinku soo heshiiya anuu dhexdeen kuma jiro laakiin meeshan waa inaan sifeeyaa هذا ما فهميسه اوكي نو فيرمي حضر الى اي بيدبو اي عيدمد اني كسو قلقلان و عيدمدي سوماليا لكن هويه سراكيشود هويه حسن كامر قادناي جامع كامر قادناي هلع كامر قادناي اي دروس كامر قادناي حدي انت اس ان نو فيرميسيد انغنا وحان كو فيرمينينا دورشه ددبن ان قبستيد ولكن وسارد أرماه الجدها أي كم عمول يسوع النجا حل دبان هذا صح علينا النجا مارك يس معني هوش قبناينا مارك يس أدوجنا وترتم يسا وركو بده ما فهمتين وحب إذا بيا العوا إنتاس مركو قطر قوم كان هديت معني اللي جود دجو غير كان هدو غرو ciidamada hawiye ayaa markaysa macneysa talyaalka ah iyaga macne idin ku soo dheelmanaya iyagoo magac mareekan ka faa'iideysanaya waa idin ku soo qulqulay hadii la yiraado digeli mirifle u dhamaatay hadii taasi ay diidan digeli miriflana hawiya u dhamaatay marka ani maanta waxaan soo qoray xalay miya amar digel aw mirifla badal lagu shubaya أما معني الدسوال لغو شبايا إتوبيا أما هوية أيا بدل لغو شبايا لبادا سي ماركي سي ميت أمبي نقون ليس ما سارنا نايا خدا وانا سيتاي أما ديجل إمريفلا لقبسنا يا سوماليا معني الدومو بقول سنة سو سعود لغا ديجايا أما هوية أيا سوماليا بي نورتي كان نقون آيا بدل لغو شبايا لبادا سي تاغن حسن أو يكبقو أنتهي إلا إيه ماركا يسمعني بقول إن أغارو ومامو لدول كان إلا إيه اسمايو حمد مدوبة نسانك كلفتو لفتا قرأي نسانك كلفتو ماشان أردن وقعان بيراكو قبتو كبيشي إيه إتوبية أو إيه دون ديدن إن فرلا سارة ديقل أو مرفلي How whatever happened وحول بوردعا إيه كدولة إيه هوية إن الأمين كرين لابد يكون اللي حدي أرجع زي يكون جاميين أدي سبب كنت كنا هنا إدهن هذا بقول أي كسر جليين وحيدهن إساق يهوادل يدقل أو مرفلة لا إجا ما تعبان كراني سعد أي ولا ده إتوبيا هذا وحول بعد عنه هو كده ويسورتين ويسو جورين readiness to fight محيلين مركا دولت فدرالة جرت عالم كان الله يسكي لاليو ديجل أو مريفلا ودجالن أديك نيو إس دفاع النجا هوب والله يقول بقول الدب تاجن نا هوية ما عشان إنه قبصده هوية هدو أنت قبصده النجا نأدي سبب ولا قبصده ساسي لي أنا ورك مك 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 مع سيستو مرك هوية نمحول لسه حواي مرك مر إنا عيتمان مر أم حاري راعين إنا دهان odayaal siyaasiin wala saaxan la yahay iyo mar inay dhahan raali gareen waa ka raisul wasaare bay dhaba jooga maanta kutub jaamacay keenayn kutub yaa diidan laakiin maalmahan oo dhan yaa maxay idin aamusiyay maxaa isku soo beegay xasan sheekh maxamuud marka iyo hawiye wax kasto ay sameyn karaan si ay digil aw mirifla ay u qabsadaan nolosha oo dhan waxay kaga xirantahay digil iyo mirifla marka qabsashadiisa inta digil iyo mirifla uu nool yahay hawiye ma noolaan karnay dhayn walaalaan hay iyo macnaheedu waa isjecelnahay iyo manac iska dhaaf adiga waxaas raali gareyn ma lagu sii qaado laakiin shaqada taala waa taas raali gareyn ha lagu dayo cay ha lagu dayo dagaal ha lagu dayo wax walba weerarada ha loo joogteeyo waxaan oo dhan way isku xiran yihiin xisaabta meeshaas ay joogtaa warka waa uu ku dhacay baan u malaynayaa warka ma ku dhacay mise waxbaa dhiman lafta gareen muxuu ku jawaabi doonaa waa su-aasha meesha taagan
ديجل أو مرفلم حي كجواب الدونان بل الدوغل سنة كان دبيا قديسي ديجل أو مرفلم إن جانت لوجلي على ربع أنا حقوق قرن ماي حسنا يهوية أنت تاس أن لجارين إن أيك جارسيان ديجل أو مرفلم أيك لا توران أي ربان هدودي محاب اللو ديبا يعني مقارسار هدو جوغو معنى هدو لو ديبا حتى مارك يسمعني هوية كتالينا This is what's going on while it's بوبسينا واتر مارك الشروط إليه حمسي حسن بلول شيء ورنية الدورة شدي أنك كوب بلنقادينا وكوب فصحينا ضدبن لكن نو فرمي وحان إن أنك معمولنا الدورة شدا إن مارك يسمعني إذا مدان أنك دول كانو accept حوق قدمان وحوق قدونك وحوقي قرنك الصوماليين بيدانا يعني إنه يكون قبصدان بنتي لأن مركز اللو قد كله الان acceptable صابت أوليهين